ريم البنا ممثلة تونسية، كنت خرجت على صفحتك في الفيسبوك ما يفيده أنه تم الاعتداء عليكم نهار سبت في الليل بالتحديد في نهج مرسيليا. شرح ببورقيبة الانترسيكشن بين نهج مرسيليا وشرح ببورقيبة. به كان تحكي لنا بالضبط شنو هي حيثية الاعتداء هذا، علاش، كيفاش، الوقت بالضبط، شنو اللي يخلي سؤال علاش علاش أنا مدبايا نعرف علاش. الوقت كان ما بين 11 ونص ونص الليل، كنا في الكهرباء تعدينا باش ننهزوا عزيز عمامي صاحبنا، دونك انا في الكهرباء انا وزكريا بوغر، وقفنا باركينا الكهرباء نستناو في عزيز باش يخلط. في الوقت هذاك لاحظنا اللي فما حاجه غريبه كانت في شارع البورقيبه، وذلي العباد اللي كانوا غاديكا ولا تعديو شافوها، هي اي سي جو معبيه بالبعوان الامن، فيهم السيفيل وفيهم اللي بالتيشيرت نتاع الشرطه، ويدوروا ويسبوا ويصيحوا ويضربوا في العباد. دونك عموما شادت الكهرباء فرامه بيناتنا وهبطوا بداو يصيحوا كلام زايد على الاخر على الاخر وسبين ربي وبر امشي راح بر امشي راح. عموما فما واحد غزر لي كي غزر لي رجع لابس السيفيل، دونك انا جي ميم با التان دو ريفليكسيون باش نفهم الحكايه ما خديتوش، يحل عليا الباب ديريكتومون يربرب عليا ويضربني بونيا لهنا في المشوار نتاعي. Entre temps, comme je mets à Khrin, Halou le bébé à la Zakaria ou Habtou, ou Bde, ou Mane, et je n'ai pas le point de punté, 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 سكر فمك، معناه ما يخليكش حتى باش تجاوب، سكر فمك وشكون هذا اللي معاك؟ قلت له سي مون امي كنت في دارنا هكا وهكا، كهو بوليس غزل لي قطعه شويه انا، قال لي كان جيت اختي راني ضحكت، معناها انا حتى يحلوا عليا الكرهبه ويقولوا لي شنو لابسه ولا شبيك لابسه هكا ولا نو كومنت. دونك هذا اللي صار هذا اون بروميير بارتي. لو طون اللي يخلطوا الاولاد عزيز ومعاه ثلاثه ولاد اخرين اصحابنا يشوفوا في البوليسات طلعوا لنا فوق الكهرباء، معناها طلعوا فوق الكابوت نتاع الكهرباء. انا وقتها وليت نشوف في كل شيء بالغالونتي، يجيني بوليس واحد اخر قال لي امان سامحنا ما صار حتى شيء وغلطوا ومسحها فيا، مشيو طلعوا في الكهرباء لي سوجو نتاعهم وخدموا لي سوجو ومشيو. اونتر طون احنا اون بانيكي وكل واحد شنو الرياكسيون نتاع الفجعه اللي عملها، بدينا نصيحوا على بعضنا نتعاركوا مع بعضنا في الكهرباء، كل واحد يقول لاخر منك خاطر جينا لهنا خاطر بتيت خاطر درشنا، وندورو في قدام الداخليه قد ينطر بوليس بالزي نتاعو بالشميز الزرقاء والتربوشه والكل ويصيح سبونا سبونا سبونا. دونك فما بوليسيه ما فهمت حتى شيء، جاي واللي بسلاح وواحد دخل من الشباك سلاح نتاعو وخدك ما في وجهي ويقول له حلو 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 الكهرباء حلو الكهرباء، ذكرية بالفجعه يقول لهم ليه باش تضربوني خاطر الاخر ديجا خاطفوا من الشباك وبدا يضرب فيه، فما اللي بجنبي انا يقول له ليه اهبط ما تخافش ما يضربوكش. دونك زيتي ديجا بارتاجي بين اللي عنفوا بين الاخرين يكلموا في الجو. إذا تستنتج منه اللي ممكن اليوم فما داخلية مقسومة على اثنين ولا فما حاجة ماهيش عادية. بعديك بداو يسبوا فيا أنا، أهبط أهبط أهبط، قلت لهم ما نهبطش، أنا طفلة ما عملت حتى شيء ما نهبطش، خلوني نكلم دارنا. خديت تليفون باش نكلم دارنا، جيت نرعش ما نجمش نسوق الكهرباء، طلعوا معايا عاون أمن دور الكهرباء ودوروني من تالي بحذا الأولاد في الداخلية، بداو يسألوا شنو صار شنو صار شنو صار، حكيت لهم شنو صار. دونك في الاخر خذاو بطاقه تعريف ما عاملين حد شاي فارك في الكهرباء، ما فينا حتى حد شارب، ما فما حتى حاجه مخالفه للقانون، قول في البوليس اللي قال سبوني وما كانش صحيح، دونك سايبونا مشينا على رواحنا، اما بعد ما صار تعنيف وسبين وهذاك الكل. على اثر الاعتداء هذا كنت انت على صفحتك في فيسبوك ولا زكريا بوقر عزيز عمامي زاد خرجتوا مواقف شخصيه تقول انكم تندوا بالاعتداء هذا، شنو هي الخطوه اللي نجموا نستناوها معناتها فيما يتعلق مع وزاره الداخليه او مع القضاء؟ معناها انا خديت انا معناها دو ما باغ وحدي اليوم مشيت كنت داير مع المحامي نتاعي وباش نرفع قضيه بوزير الداخليه سالي العريض، على خاطر هو بالنسبه لي المسؤول الاول على الحديث اللي تصير هذايا وعلى اعوان الامن اللي في الشارع، وما بيناتنا قانون معناها بين عون الامن وبين المواطن فما قانون، والعون الامن نورمالمون يكون في حمايه المواطن. اليوم قاعدين نشوفوا في ارهاب بوليسي، ما نقولش بوليسيه الكل اما من بعض البوليسيه وسورتو اللي صغار في العمر، و معناها ايزيتي اشغنيه عمري ما ريت تقول غانغستر في امريكا
حالة رعب كبيرة. ما زلت لحد الآن مصدومة معناها نحكي معك وصدقني مخي قاعد يمشي بالغلطي. ريم البنا فنانة تونسية ممثلة في نفس الوقت مواطنة تونسية، كيفاش ترى اليوم الحريات في تونس؟ أنا ساعة نحكي ما نحبش نحكي كم أنا نحكي كمواطنة تونسية تعديت الاعتداء، خاطر الاعتداء هذا كيما تعدى علي أنا تعادوا على عباد أخرين. ممكن أنا تكلمت ولا نتكلم وما نخافش، فما عباد أخرين تسكت وتخاف و نشوف اللي حياتنا متعدى اليوم. مفهوم الدولة متبعثر، ما عادش فما حد شيء معناها أخطر ممكن من العذاب ومن من من اللي كنا نعيش فيها وقت بن علي. سي تري غراف.